السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جينا باش نتكلم على واحد الحدث مؤلم، واحد الحدث سبحان الله، عيب حتى الإنسان أنه يسمع على هذا الحدث يكون ويعرف مصير اللي تصاب أنه متواه نار. هذا الحدث هي خيانة زوجية ما بين امرأة ورجل، وهذا الرجل كما كتعرفوا انتم كلكم سمعتوا ونايضة ضجة في المغرب ان هذا السيد هذا عنده محل من المستفيدين في المدينة القديمة ديال الدار البيضاء، وعطاه محل. هذا المحل السكني سكن مع الطبق الرابع مع مجموعة ديال الناس اللي استفادوا منهم، من نفس العمارة الناس اللي ما استفدوش اللي شراو، يعني كاين الاستفاده وكاين الانسان شرى لنفسه. كيتكلموا الناس وتيقولوا حنا كنهضروا كنعاودوا شنو تقال والله اعلم، لكن جايبين شويه الحقيقه وشويه التعليقات ان هذا السيد وهذا السيده هي متزوجه وهو متزوج، وبالاحرى هو كان متزوج وطلق وعنده بنيته، وهذا السيده متزوجه وكانوا جيران في المدينه القديمه من كانوا قبل ما يستافدوا، يعني كانوا على علاقة بيناتهم، ومنين استافدوا ورجعوا سكنوا في هذه المنطقة، ولات السيدة كتمشي وتجي على السيد للدار ديالو، كتجي طبعا لأن الدار خاوية ما يمكنش هو يمشي لها، هي كتجي عنده للدار، هي متزوجة وعندها أطفال. كاين اللي شافها وبلغ الرجل ديالها وقال لها هاد السيده عندك هكا دير وهكا دير. طبعا هاد الشيء لو كان، يعني احنا كتفكير لو كان في المدينه القديمه في السكن القديم كان تمسكات، لكن ربما الرجل كان غير سمع بها بالله راه مرسو كدير وكدير، ولكن ما حصلهاش. اصحاب الحال اكيد هما اللي كانوا متربصين لها حتى شدوها حيا، بعدين قالوها للرجل ديالها او من الناس اللي كيعرفوهم عن قرب، مثلا صاحبتها او اي حد. احنا ما تنقولوش هذا الشيء كاين، وانما تنقولوا الله اعلم، لان كيفاش السيده تجي تدخل الدار وما كيعرفها حتى شي واحد غير هي وياه؟ اكيد هي معاوده لشي حد، وهو طبعا ما غاديش يعاود، هي اللي غادي تعاود وغادي يوصلوا الخبر لرجلها، وراجلها غادي يرتب الموضوع بعد ما مشى عند البوليس قبل وقال لهم راني حصلت المرأة كذا كذا كذا، شنو الطرق اللي ممكن ندير، وراوه على اساس انه اذا حصلها وعارف ومتاكد ومتمكن من الخبر صحيح انه خصو يجي ويدينا حنا كشرطه ونعرفوها بلا دخلت لهذيك البيت، وغادي نتمسكوا بها وغادي نديروا لهم خيانه الزوجيه اللي فيها طبعا السجن وعقوبات معروفه. المهم السيد قام مرقب مرسول لغاية ما مشات عند الصديق اللي صار معه هذا الحدث المؤلم. احنا بغينا نحطو واحد النقطة هنا، هذا الرجل مجوج بهذه المرأة ما لقوش لبعضياتهم، ما متفاهمينش، كيف ما هو طلق مرته وقال لها بسلامة وشد البنت عنده، كيف ما حتى انتي تلقي من رجلك وقول له بسلامة وجلسي معاه على الطاولة وقولي له سيدي انا راه ما بقيتش لايق ليا، علاش ما بقيتش لايق ليا، ما بقيناش متفاهمين، كنحس ان ما غاديش نكملوا مع بعضياتنا، وعطيه مبررات اللي كتخليه انه يقتنع منك انك انت واحد السيده كتفكري مزيان وما بغيتيش تكملي معاه، لربما حتى هو يكون كيتصرف معك شي تصرفات اللي كتشوفيهم انت خايبين هو كيتصرفهم عاديين. يا تقدروا تحلوا المشكل، يا تقدروا تسدوا الموضوع وتكملوا مع بعضياتكم، وحل المشكل طبعا غادي يكون بالطلاق، وان ابغض الحلال عند الله الطلاق. هو الانسان ما يطلقش يفرتك العائله وشتت الدراري، ولكن الى وصل الطلاق انه هو الحل ديال مشاكل كبيره بين جوج ديال الناس ما كتحلش الا بالفراق، انسان يتفرق. راه العداد من الناس تفرقوا وغيروا الحياه ديالهم ونجحوا فيها، والعداد الناس تفرقوا وما نجحتش حياتهم لان هذاك الفراق اللي كانت ما كانش خصو يكون، كان فيه تسرعوا هذوك الجوج وطلقوا ما نجحوش في حياتهم. لكن غالبا للناس اللي ما كيتفاهموش، هي ماشي كل الناس اللي ما كتفاهمش كتقول يا نطلقوا يا نمشي نفسد، لا،
وانما كيطلقوا على اقتناع انهم ما غاديش يواصلوا. كيكون الراجل معكس كتكون المراه معكسه، كيكون الراجل كيبغي يجر لواحد الجهه اللي هي الخير والمراه كتقول ليه لا، او لا هي كتبغي تجر لجهه الخير وهو كيقول ليها لا، وكتشوف ان حياتها كتمشي في واحد الطريق وغادي توقف. يعني باغا توصل بزاف ديال الحوايج طبعا، اللي هي مثلا الدار والقرايه ديال الدراري وبزاف ديال ذخيرة شويه ديال الفلوس، مشروع بسيط يخدموا فيه، لكن هذاك الراجل ديما تيقول لا لا لا. طبعا هاد المراه ما غاديش تقدر تكمل معايا، لان كتشوف راسها هي غادي تمشي في واحد الطريق ديال النجاح وقادره ان توصل لهذيك الطريق ديال النجاح، لكن هذاك الراجل كيدير لها عقبه. اما باش تجي المراه حيت حبس واحد الراجل اخر او شافته غير الراجل ديالها او قال لها شي كلام معسول، تمشي تقول لي زين نطلقوا، هنا غالبا ما كتبقاش ناجحه لها الحياه ديالها، غالبا ما كتنجحش الحياه ديالها. علاش؟ لان كانت مع هذاك الراجل كتاكل كتشرب كتخرج كتسافر، مهلي فيها، محترم الاهل ديالها، كل شيء. حتى كاين بعض الطلاق ديال الراجل مزيان مع مرته، لكن ملي كيجيو عندها عائلتها ما كيحترمهمش، كتقول لك انا ما بغيتش الراجل يحترمني غير انا ويحبني، انا بغيت يحترم لي عائلتي. يعني احسن حاجه انهم هما يتفارقوا، لان ما كاينش واحد الاحترام اللي يقدر يكون واحد النهار عن بعد المدى غادي يقدر يكون هذاك الراجل ما مزيانش مع هذاك الدراري، وطبعا ما غاديش يكون مزيان حتى مع اولاده. هنا كيكون حل اخر اللي هو المفاهمه، يعني تغير لي مع عائلتي ونمشيو مزيان، يا اما الفراق. اللي بغيت نقول انا هنا ان هاد السيده ظلمت راسها وظلمت هاد السيد، هذا هو تيقولوا السيد شاب. هاد المراه الغلط ديالها، يعني علاش الغلط ديالها؟ لان يعني هي كتكون مراه، هي اللي خصها تحافظ على راسها وتحافظ على الزوج ديالها وتحافظ على وليداتها السمعه ديالهم وعلى والديها وعلى الاب ديالها وعلى خوتها. علاش؟ حيتاش هي هاد المراه كتهز واحد العبء كبير ديال الاحترام ديال الاهل. هاد المراه خصها ما يكونش العار يجي على يديها العائله ديالها، اما الرجل كيبقى غير رجل. طبعا خصو حتى هو يحافظ على هاد المراه ويحافظ على العار ما يجيوش لوليداته والمراه ديالو والاهل ديالو ويكون ولد الناس، لكن ما نقولوش حنا لا كنحطوا اللوم غير على المراه، لا، هي المراه خصها تفكر مزيان وتعرف ان هي اللي كتكون الضحيه وهي اللي كتكون الجاني في نفس الوقت. هي كتحمل المسؤوليه ديال بزاف ديال الحوايج اللي ما خصهاش ديرهم، اللي خصها تفكر فيهم مزيان. ماشي نقولوا لا حق لانها ضعيفه، لان ما عندهاش، لان كيحرمها، لان كيفاش تعطيك خاطرك انك انت تكوني متزوجه وتمشي مع راجل غريب؟ كيفاش تعطيك نفسك انك انت تكوني امراه مزوجه وكيهضر مع راجل، يهضر معك راجل غريب مثل صاحب الدكان، البقال، الجار، اي حد مر من قدامك، الخدار، وانت عينك مبلقه فيه وكتشوفي فيه وكتقلي الحياه على راسك منه، ما غاديش يحترمك هذا السيد. كيفاش انتيا طبعا غتقدري تكوني في واحد السن صغير وهذاك السيد اللي درتي معاه هاد الرذيله اللي تسببت لي في هذا الموت البشع، سبحان الله العظيم، ربي عنده حكمه، قدر ما سترتوا راسكم الا وجا يوم وفيه الفضيحه. كيفاش تخلي هاد السيد ويمشي وراك بهذا الشيء؟ كيف هو طلق المراه ومشى معاك، انت منين طلق المراه قولي له لا. كانت واحد القصه ديال واحد جوج ديال الصحاب اللي كانوا بيناتهم صحاب ما كتفرقهم حتى شي حاجه، كاين السيد كيدخل الراجل عنده للدار حتى ولا كيعشق ليه المراه ديالو، حتى هي جابت بنيتها ولا خرج جاب وليد وبنيتها، ولاو كيتعاشقوا بيناتهم، كيجيبوا للدار ما كتحلى ليه الكسكروط غير عند صاحبه في الدار، ما كيرتاح تيقول له عندي مشاكل مع المراه انا غادي ندوز عندك، قول لمرتك طيب لينا، هما مصاحبين والسيد مدير بنك كبير وكيجي عنده. طبعا هاد القصه ماشي مغربيه، قصه نص نص، يعني مغربيه وقصه دوله عربيه. والسيده بقات تمادات مع السيد والراجل عنده ما شاء الله الديور، عنده الجاه، عنده المال، عنده واصل لواحد المرتبه كبيره، وحتى هي واصله لواحد المرتبه كبيره جدا، لكن في الاخير تفاهموا على اساس انه يطلبوا الطلاق، هي تطلب طلاق من راجلها ويطلب طلاق من مرته.
قال لها انت غادي تطلبي الطلاق الاولى، لان اذا انت طلبتي الطلاق الاولى ما غاديش يبان الموضوع، انا خليني انا الاخر. طلب الطلاق، السيد بقى عاد عاش مع المراه، عاد يخرج، مرته طبعا عرفات وغيرت السلوكيات ديالها مع رجلها، وتشبت بمرته، وبقات هي مع الصديق ديالها كتعيط ليه ما كيعيطش ليها، يعني خرج ليها على حياتها. طلقات، السيد اللي كان مزوج بها كيبكي وكيقول لها اجي، والسيدة آية من الجمال، وبقات دايره في بالها ان واحد النهار من النهاير ان غادي يطلق هذاك الصديق ديالها اللي هو صديق ديال راجلها، وما خصهاش ترجع، لان الا رجعات ويقدر هو يطلق من بعد غادي تبان القصه، يعني ما بغاتش تحطم راسها، وبغات تكمل في هذيك القصه ديال الطلاق، وما طلقش هو مرته. علاش؟ لان مرت الاخر كانت ذكيه، كانت ذكيه لواحد الذكاء خارق، فهمت ان راه مرت صاحب رجلها مع رجلها، وبقات كتقلب شنو هو الدفو اللي مشى مع ان هي جميله على عليها، هي الصديقه جميله جدا، رغم ذلك حاولت تستدرك شنو الاخطاء اللي عندها. وطبعا الجمال ما كيكونش هو سبب الطلاق ولا الخيانه، وانما كيكونوا بعض التصرفات اللي كيصبر عليهم الرجل او كتصبر عليهم المراه وما كيتغيروش. المهم السيده بقات الى يومنا هذا مطلقه وما تزوجاتش، ولا يومنا هذا السيد مع ولادو وكبروا وتقي يقريهم وما تيعبرهاش وما كيهضرش معها وما كيتكلمش معها، لان المراه ديالو كانت في واحد الذكاء خارق، عرفت كيفاش ترجع راجلها. شكون اللي ضاع؟ ضاعت المراه، الراجل ديالها اللي كانت مزوجه به خدا البنت رباها، مشى تزوج بوحده اخرى، ولد معها وليد، وعاشوا الحياه وباقيين مستمرين. هنا فين خص المراه دير في الذاكره ديالها وفي المخ ديالها ان هي فعلا كائن ضعيف، فعلا كائن ضعيف، لكن بداك الضعف خصها تقوى. صحيح انا ضعيفه، بس ما نخليش شي واحد يجي يتقوى عليا، ولو يكون راجل، ولو يكون هاد السيد هذا يغريني بالحب ديالو، يقول لي انا كنحبك وعلى راجلي انا ما كيحبنيش، لا يكفيني هذاك الحب ديال هذاك الراجل اللي متزوجه بيه بالحلال، ممكن يوم من الايام يتقوى، يمكن انا اللي حسيته ضعيف، يمكن انا اللي حسيت فيه واحد الخلل، لكن هو من عند الزوج ديالي انه قوي. ممكن نشوف انا ان الحياه ماشي هي اللي انا بغيت مع هذا الراجل، غادي نعطيه فرصه، نعطيه مره ثانيه، غنتكلم معاه، ولكن غادي ناخد واحد القرار لا رجعه فيه. ما نمشيش نخون وهو بعد الخيانه طلع للسطح وباغي يتلاح ويتخبع وما عرفش شنو غادي يدير، واش يتلاح ولا يتخبع. قال انا نقز للسطح الاخر، صدق منقز الزنقه، تهرسوا لي عظامه، طاح مع الخبث، مع عاد بالله مش الرجيم، مشى هكاك مسخ لا دين ولا دنيا، مع الخمر، مع كيحكي، ومع قنينات الخمر ومع الكاس، يعني متشبث بالاخره وبالمتاع غير الدنيا. هذا كله كيصير لان الانسان ما بقاش كيقنع، ما بقاش الانسان كيقنع، ما بقاش يعرف بان راه القناع والايمان والاسلام وصانا على اننا هاد الناس اللي هاربين من الدين وتابعين متاع الدنيا، هاد الناس اللي باغين يشدوا الدنيا كلها بيديهم، ما كيعرفوا لا الحلال ولا الحرام، ما كيعرفوا لا شنو قال الله شنو قال الرسول، الا بغاو يتفكروا الله والرسول وقولهم في الاشياء اللي هما كيحللوها كيف ما بغاوها باش يكسبوها. الفلوس ضيعت الناس، المتاع الدنيا ضيع الناس، حتى واحد ما بقى كيعرف انه راه كيخدم في دنيته لاخرته. الحرام راه ما كينفع حتى شي حاجه، الخيانه راه ما كتنفع حتى شي حاجه. كرهت هذا الرجل او كرهت هذه المراه، راه خصني نبقى متشبت بيهم الى يوم انني نتفرق معاهم. وإلا تفرقت مع الرجل او تفرقت المراه مع رجلها والرجل مع مرته، راه ماشي مبرر انها تمشي دير الرذيله، راه هي خصها تقلب على الرجل المناسب بالحلال باش يعرفوا ان الله حق. وراه الانسان اللي كيهرب
من الدين وكيهرب من المصالح اللي هي ديال الحلال، راه وكيتخبع وتيقول ما تيشوفني حد، راه الله سبحانه وتعالى تيشوف وكيمدد المدة للإنسان باش يتوب، وإلا ما تابش وعرف هذا الإنسان غادي في الهاوية، راه المصير ديالو هو الهلاك، هي النار، هي الآخرة اللي ما غاديش يفرح فيها كيف ما كان يشوف أنه خصو يعيش الدنيا، لأنه ما عطاتوش خصو يعيشها بطول وعرض. لا، خصنا نعيشو على قدنا ونعرفو شنو كنديرو ونعرفو فين كنوصلو ونعرفو حدودنا في الدين وفي الدنيا. كنتمنى تكون هاد القصة ديال هاد السيدة وهاد السيد عبرة، وباش الناس تهرب شوية من الحرام وتمشي في الخير وتصدق وتزكي. راه الناس بعدات على الصلاة وبعدات على الزكاة وبعدات على الصوم وبعدات على بزاف ديال الحوايج اللي نهانا عليهم الله سبحانه وتعالى ما نديروهمش ولينا كنديروهم، والحوايج اللي خصنا نديروهم ما بقيناش كنديروهم. هاد الناس اللي كيقولوا حنا ما عايشينش وحنا ما دايرينش، راه ما خصناش نوصلوا شي حوايج ديال الناس اللي هو الله سبحانه وتعالى عطاهم باش يديروهم، مثلا باش يكون عندهم الغنى، باش يكون عندهم الجاه، باش يكون عندهم المال، باش يكون عندهم الحياه، باش يكون عندهم الرفاهيه. حنا من الناس اللي الله سبحانه وتعالى عطانا شويه، وكاين الناس اللي عطاهم والو، ولكن القناعه والايمان في القلب والدين والاسلام، الحمد لله على نعمه الاسلام لينا، هما اللي تيخليونا واحد النهار غادي نذوقوا شي حوايج حنا كنا كنتمنوهم وصلناهم بالحلال. والناس اللي كتسرع وباغيه بسرعه بسرعه توصل، راه ما كتوصلش. واللي كتقول انا كندير وراه ما طرا ليا والو، راه شحال من حاجه وما عمر صار ليا، هذوك الناس كيضحكوا على راسهم، وخصهم يعرفوا ان الله حي يرزق معانا في كل مكان، وكيشوفنا شنو كنديروا، هو اللي كيوزع لنا الارزاق، هو اللي تيخلينا العقل ديالنا باش نمشيو نديرو به الخير ونديرو به الصلاح، ماشي باش نديرو به الشر. هنا الناس في هذا الوضع هذا ديال هاد الناس هادو، راهما داروا الشر لبعضياتهم، كاين اللي كيدير الشر للناس وكاين اللي كيدير الشر لنفسه. هاد الناس بجوج داروا الشر لنفسهم. وكنكرر وكنعاود، هو السيد مات الى رحمه الله الله يرحمه، اما السيده ها هي في الدنيا، شوف واش غادي يرحمها الله، وشوف واش غترحم نفسها، وشوف واش يرحمها راجلها، شوف واش غيرحموها ولادها. واليوم طبعا غتكون جالسه بينها وبين نفسها في الزنزانه، وكتشوف التاريخ القديم كيفاش بدات معها الحياه، خصوصا الى عرفته مات، كيفاش انتهت معها الحياه. والفتره بين البدايه والنهايه كانت ستره، لكن البدايه كانت خيبه والنهايه طبعا ربي يفضحها، راه ربي اللي يفضح، راه ماشي العبد، العبد يكون غير سبب، ولكن ربي سبحانه وتعالى كي يدير لنا الوسيله باش نوصلوا لواحد الحاجه. كنتمنى الله سبحانه وتعالى يغفر لنا وله ويسمح لنا وله ويتوب علينا وعلى هذيك السيده، وهو الى غفر ليه الله الله يرحمه، ولا ما غفرش ليه الله هو اللي دارها بيديه. شكرا على هاد اصغاء ديال هاد القصه هذه اللي هي صارت موضوع وحدث اليوم في المغرب، اللي هي كانت من البارح هذه القصة. وكنتمنى الناس العيالات يراجعوا نفسهم، اللي يدير شي خطأ يرجع نفسه، لأن ما بقاش الوقت، ماشي ما بقاش الوقت أن الدنيا غتسالي ولا هذا كلها في عين الغيب، إنما ما بقاش الوقت أن الإنسان يتوب، وما بقاش الوقت بينه وبين عمره، لأن اليوم إحنا خارجين ما كنعرفوش اش غنرجعوا، اليوم إحنا جالسين ما كنعرفوش اش غنكملوا النهار، اليوم حنا كنتكلموا ما عرفناش واش غادي نكملوا الشهاده. الانسان هو اللي يحمد الله ويشكره على النعمه اللي عطاه، عطاه وليدات يحافظ عليهم، عطاه بنيات يحافظ عليهم، عطاه زوج يحافظ عليه، عطاه زوجه صالحه. هذيك هي الدنيا وهذاك هو المال وهذاك هو كل شيء. الا كنتي فقير اليوم وما عندكش الفلوس، عطاك الله الزوجه الصالحه وعطاك الوليدات، غادي يكبروا دوك الوليدات وغادي تولي من اغنى اغنياء النفس واغنياء الدنيا واغنياء الدين. كنتي واحد السيد مزيان وعطاك الله واحد السيدة خيبة، خصك ترقب بيتك وتشوف شنو فيه، وتنتي ترقبي بيتك وتشوف شنو فيه وتوصلوا عن طريق الحل اللي هو مناسب.
ما كان نظنش نفكر شنو مصير هذوك الدراري اللي خلات هذيك السيده ولا هذاك السيد. هذاك السيد الزوج قام بالواجب لكن هو ما يتحملش مسؤوليه ديال داك الشيء اللي صار ليه. هو اللي كان في قمه السكر وعقل على راسه انه طاح وهربان، يعني كان عارف بالخطا ديالو. الانسان ملي كيكون واعي بشنو كيدير ولو يكون سكران، انه عارف ان في حياته كلها كان متحمل مسؤوليه الخطا، انه كان عارف انه داير خطا. وشكرا لكم وجزاكم الله كل خير. كنعتذر على الفيديو اللي الاوديو اللي درت البارح كان شويه فيه الضجيج لاني كنت في مكان شويه قريب للضجيج. وكنتمنى ديروا لايك وديروا اشتراك، وموضوع راه زوين، وطلبوا من الله ان شاء الله الله يفكنا من الوباء والبلاء اللي جانا على هذه الكوارث، والله يهدينا كلنا، والله يهدي كل من هو ظالم نفسه، ما ظالم حد، انسان كيظلم نفسه.